السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة التجميعة بتاعتنا تجميعة الاجازة، التجميعة الاقتصادية، التجميعة السهلة، التجميعة القوية اللي تشغل لك الالعاب اللي انت عايزها. التجميعة دي من التنس جينيريشن من الكور i5 اللي هو الست نواة، ومعاه المذر بورد B460M برو، ودي بتدعم الفور كي كمان، يعني مش قليلة خالص، دي قوية جدا وبتدعم التنس جينيريشن. طبعا النهاردة هنركبهم مع بعض ونشوف كده البرفورمانس هيكون عامل ازاي. جاهزين بالعدة ونبدأ نركب. اول حاجة هنركبها طبعا هي البروسيسور. بنركب البروسيسور في المنطقة بتاعته، هو بسيط جدا، بنفك المكان بتاعه كده وبعدين بنبدأ نطلع البروسيسور بتاعنا من الباكينج بتاعه. نشوف بقى المرحلة التانية بتاعتنا وهي تركيب الرامات. عندي هنا 2 رام، يعني 16 جي بي الواحدة 8 من HBV8 RGB. بنركبهم في السلوتس اللي عندنا. اول حاجة طبعا بنعملها بنتأكد ان السلوتس بتاعتنا مفتوحين، وبنتأكد ان الاوبننج اللي موجودة في الرامات من تحت بتتماشى مع المجرى بتاعها اللي موجود في الرامات. اول حاجة بنعملها بنحطها كده. احنا خلصنا الجزء الثاني بتاع الرامات، وصلنا البروسيسور، وصلنا الرامات كده. احنا بنبدا نركب المذر بورد بتاعنا في الكيس بتاعنا. اهم حاجه برضو لازم نركب الجزء ده اللي هو الجارد كفر بتاع الاوتبوتس او الانبوتس بقى من اي ناحيه انت عايزها، بتاع المذر بورد. لازم نتأكد طبعا ان الحاجات او الفتحات اللي موجودة هنا بتتماشى مع الفتحات اللي موجودة عندي. يعني انا عندي هنا الثلاثة دول هم الثلاث فتحات اللي موجودين هنا، يبقى انا لازم دي هتكون بالشكل ده. كده انا جاهز ان انا اركبها. بتتركب في المذر بورد في الفتحة دي بالشكل ده. كده احنا ركبنا الجزء بتاعنا ده في الكيس. دلوقتي الجزء الثاني هو ان احنا نربط بالمسامير بتاعتنا المذر بورد. طبعا احنا شايفين هنا عندنا في عندنا 1 2 3 4 5 6، في عندنا 6 مسامير انا بحط المذر بورد عليهم. طبعا بتاكد ان ال 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 المخارج بتاعتي داخله في الشاسيه ده كويس جدا علشان المسامير تتربط صح. زي ما احنا شايفين احنا كده ركبنا المذر بورد تمام، حطينا الست مسامير بتوعنا، ركبنا الجارد بالشكل ده. طبعا دلوقتي احنا ركبنا الباور سبلاي بتاعنا. زي ما احنا شايفين حطينا المسامير بتاعتنا، 4 مسامير بقى ماسك وتمام. عديت الكابل هنا اللي هو ال 24 بن بتاع المذر بورد. زي ما احنا شايفين اهو الكابل ده، يعني شبه حلوة. بعدين ناخده ندخله في الكابل بتاعه كده، وبرضو ده كده. اول باور وصل للمذر بورد، نشده شوية. طبعا كل ده هنظبط في الاخر الكابلات دي كلها. تاني باور، في باور عندنا هنا لو لاحظته الصغير ده اللي هو عبارة عن 8 بن، برضو بنلاقي الباور سبلاي هنا. بنشوف الكابلات بتاعتنا، بنلاقي الباور التمانية بن. طبعا عندنا لا ده بتاع الشاشة، بناخد ده هو ده. لو لقينا اتنين كده دي معلومة مهمة، لو لقينا اتنين كده مع بعض ده لكارت الشاشة، لان في كروت شاشة بتبقى محتاجة الستاشر بن مع بعض، فبتحط دول كده مع بعض، هما جايين مع بعض زي ما انت شايف. في كروت شاشة مبتحتاجش ده، بتحتاج التمانية بن بس كده، لكن ده التمانية دول بتوع السي بي يو. ده هنلاقي هو ده البي سي اي ده بتاع كارت الشاشه، برضو بناخده كده. نحاول نشوف له كده برضو داخله في الكيس من ورا عشان نديله كده زقلطه من جوه زي الفل. كده احنا شايفين اهو عندنا الفن ورا وكله تمام. ناخده كده ونقوم عاملين تك.
التك دي هنسمعها كتير قوي وانت بتركب. استنى كده احنا وصلنا الباور الجديد بتاع الكيس كده وصلنا. طيب دلوقتي احنا كده لما قلنا وصلنا الباور بتاع الكيس، عندي كابل هنا ازرق ظريف جدا. الكابل ده بتاع اليو اس بي 3، لازم بيتوصل في اليو اس بي 3 بتاعه في المكان ده، برضو لازم نتاكد لان ده شيل ومش سهل ابدا. فبنحطه بالعدله بتاعته، طبعا زي ما احنا شايفين في هنا خط كده رفيع، برضو في مجرى موجوده هنا برضو لازم يتحط بالشكل الصحيح كده اهو. دن سمعنا التك كده، احنا وصلنا اليو اس بي 3. الحاجه بقى اللي برضو محتاجين نركبها دلوقتي عشان نفصل لها باور هو كارت الشاشه بتاعنا ال 2060 RTX. زي ما احنا شايفين الكارت بتاعنا هنا بيحتاج 8 بين بس، مش بيحتاج ال 16 بين كاملين. احنا هنا فتحنا له سلوتس في الكيس بتاعتنا، ومجرد ما هنركبه برضو ما ننساش نفتح التريجر بتاع الامان ده ونبدأ نحط الكارت بتاعنا. وتك سمعنا التك طبعا، ببدأ امسكه بقى من الناحيتين دول بالمسامير علشان ميبقاش فيه اي اهتزازات. وبعدين انا هنا كده ثبتت الكارت بتاعي، كارت الشاشة الجي تي ال ار تي اكس، وعديت كابل الباور بتاعه من تحت. زي ما قلنا انا عندي اتنين، انا هنا محتاج واحد بس، وباخد واحد منهم ده وده وبرضه احطه كده. دن عملش التيك اللي انا مستنيها بس يعني رشق خلاص. وبنرجع ده لورا، بنحاول انا دلوقتي عندي التايب شيبس دول بمسكهم. زي ما احنا شايفين دلوقتي انا حطيت الكابلات بتاعتي اللي تحت بتاعة الباور واليو اس بي والار جي بي، وركبت الهارد ديسك بتاعي في السلوت بتاعه، وركبت الساتا برضو في السلوت بتاعه، وصلتهم هنا. طبعا كل الكابلات بتاعتهم ماشية من ورا. احنا هنا خلصنا ركبنا الكولر بتاعنا فوق. طبعا هي الكيس عشان صغيرة مش مديانا مساحة قوي، ولكن ده مكان مناسب ليه. طبعا مش هينفع نركبه هنا بسبب المساحة الضيقة والرمات. ركبت مروحة زيادة كده. الكمبيوتر بتاعنا فيه خمس مراوح، ثلاثة اللي قدام، واحدة خارجية اللي هي جنب البروسيسور، وواحدة بتاعة الليكويد كولر. الجهاز بتاعنا كده كمل، انا وصلت كل حاجة كله تمام. انا كده قفلت الكيس بتاعي من الناحية دي، من ناحية الاجلي بارت زي ما قلنا. طبعا سايبها لسه من الناحية دي بس اعمل التيست بتاعي واطمن ان كل التوصيلات تمام. ونقفل الفايبر جلاس ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ايه. يلا بينا. انا هنا وصلت الجهاز خلاص بتاعي، بس هعمل فيرست بوت واشوف هل هيبقى قاري الجهاز ولا لا. بسم الله تمام، مية مية. كل المراوح عندي اشتغلت زي ما احنا شايفين، كله شغال. وفتح عندي كمان البايس بتاع المذر بورد، السي بي يو، الريتشو 22، الكور 6، معناه ان هو قاري كويس. يس انيبلد. احنا خلاص كده خلصنا، مش فاضل غير ان احنا ننزل عليه ويندوز ونبدا الاكسبيرينس بتاعتنا ونبدا جيمنج في الاجازه. نشوفكم مع جهاز تاني ان شاء الله. واذا عوزتوا اي استفسار طبعا مش محتاج اقول لكم، تبعتولي على طول على الصفحة عندي او على الواتساب. وكمان لو عايزين تركبوا نفس الجهاز ياريت تبعتولي على طول. وتقدروا تتابعوني على قناتي على اليوتيوب، برضو فيها بعض المعلومات الخاصة بالاجهزة. طوق الجهاز ده هيروح لعميل ومعاه ضمان سنة، ومعاه الكراتين بتاعته انا شلتها على جنب بحيث ان هو هياخد كل حاجة بتاعته معاه، وان شاء الله يستمتع بيه. شكرا لكم جدا، ونشوفكم في جهاز تاني.